هاي حلوين، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير، كله تمام. اليوم عملنا مفاجاه لسهام، مفاجاه كتير حلوه رح تتاثر عليها كتير الصراحه. من كم يوم كان عيد ميلاد سهام، وانا تحججت قلت لها الوضع الاقتصادي مش منيح والبنك طفران، ما حقدر اعمل لك شيء، يعني ما احتفلت بعيد ميلادها ابدا. الصراحه هي تاثرت وبكيت، وضليتني انا معند انه ما قادر اعمل لها شيء لحتى اقدر فاجئها بعد يومين ثلاثه، يعني هلا اليوم راح فاجئها. اوكي، يوم عمل لها انا مفاجاه كثير حلوه. اول شغله راح اعمل لها ثلاث شغلات، وثلاث شغلات هي كثير بتحبه. اول شيء راح اروح اجيب لها كيك هي كثير بتحبه، والنوع اللي له هيدا كثير بتحبه، احط لها فيها شمعه وفاجئها فيه. ثاني شغله راح اروح اجيب لها باقه ورد، هي كتير بتعشق الورد، رح جيب لها باقة ورد هيك حمرة كتير حلوة كمان فاجئة فيها. وتالت شغلة والنهاية رح نهي لها إياها بالذهب، لأنه الذهب بده ذهب، وهي من فترة كانت حابة شغلة عند محل الذهب، نحن بنجيب من عنده عطول، صورت لي إياها قلت لها الوضع مش منيح سهام، مش قادر أجيب لك إياها. هلا أنا بعد محفظ الصورة عندي اللي بعتت لي إياها على الواتساب، ورح أروح على محل الذهب وإن شاء الله تكون موجودة هيدي الشغلة. أوكي، يعني راح اعمل لها ثلاث مفاجآت مع بعض، وانا اتفقت انا والولاد انه ما يحكوا شيء، وبس اوصل انا قبل ما اوصل راح احكي رؤى المصورة الاحترافية خليها تصور بطريقة وهي تفتح الباب سهام لحتى انا اقدر فاجئها فيهم. اوكي يلا مع بعض. هلا وصلت على محل الكيك، شوفوا حظي ان الطقس جدا عاصف يا جماعة. هيدا محل الكيك، ليك شو عاملين، ليك شو حلوين، ليك هو شو حلوين كمان. هو بينعملوا كيك، انا فكرتهم كيك قلت بجيب منهم، بس طلعوا هيدي فيك، يعني بينعملوا كيك، هو بس هيك ديزاينات. هودي الكيك، وهيدي الكيك اللي بتحبها كتير سيهان، رول شوكو، يعني شي بشهي يا جماعة. خلصت الكيك وهلا رايح على الورد، ومثل ما شفتوا الدنيا كتير عاصفة، يعني كلها شتا بشتا. اوكي هلا رح اروح اجيب الورد الاحمر الجوري، لانه الورد بده ورد مثل ما الذهب بده ذهب. اوكي سيامو، هابي بيرثداي. انا ما بنسيك يا عمر، ما بنسيك، بس حبيت اعمل لك مفاجأة. اوكي يلا على الورد، هيدا محل الورد، نشوف نفوت ننقي باقة الورد. ليك شو حلو، يا سلام. خلصت يا سلام، شوفوا لي هالباقة يا جماعة، ليك شو حلوة سيارة، رائعة. يلا المرحلة الثالثة يلا والأخيرة، ايه شو الذهب. خلصنا الورد والكيك وبقي لنا الذهب، اي بناء الى الذهب. شوفوا محلات الذهب، هذا السوق تقريبا كل محلات الذهب موجوده فيه تقريبا. هيك سوق قديم، هيدا المحل اسمه نديم زلزلة، هو بنشتري من عنده كل شيء ذهب نحن. فوت ما شاء الله عجقة. هيدا الخاتم اللي هي لبسته سهام، وقالت لي إذا ممكن تجيب لي، قلت لها فيش مصاري يا جماعة، هيدا هو. أوكي ليك شو حلو، كتير حلو، بيجي نوع البرزتشي، تكرم عينك سهام. وهي العلبة، لقيتها علبة حمراء هيك طبعا لأنه هي بتحب الأحمر، وهيك صار جاهز، حطي بإصبعك حياتي. ليك شو حلو جد، كتير حلو، مبروك سلف. هلا خلصنا المرحلة الأخيرة والنهاية، وهذا الخاتم، ونطلع مفاجأة ونشوف ردة فعلها، يلا مع بعض. هلا يا جماعة أنا وصلت على البيت،
وحكيت رؤى جهز حالة على التصوير. قلت له لآدم تحجج ظهر لبرا عجنينة لحتى يساعدني بالتصوير لأنه حامل كذا شغلة عشان ما تلبك فيهم. أوكي آدم هلأ جاهز رح يستلم التصوير ورح نوقف نحن بالمدخل. جهز كل شيء؟ جاهز؟ يلا. Happy birthday to you. Happy birthday to Siha. Happy birthday to you. اتمنى امنية. يلا. Yes. كثير حلوين. هاي دي اول شيء قطعة الكيك اللي انت بتحبيها. هاي لحظة. اوكي. وبقية الورد المميزة. لايك شو حلوة يا جماعة. بتعرفك انت بتحب الورد يعني الورد بده ورد صح؟ يعني خذي ادم عني انت مزبق طبعا ليك انت اتفقت بادم ورقى ويصوروا ومنظومة تعرفي يعني. ولا قالوني ولا بتجيبوني كثير بس انه اهم شيء انك انت تفتحي شو يا خوانا انت تفتحي الباب بديك انت تفتحي الباب انت انا بتعرف انت من يومين ثلاثه كان عيد ميلادك وانا ما احتفلت وانت بكيتي وزعلتي انا زعلت لانه ما غنيت لي ما غنيت أنا قصداً عملت هذا الشيء قصداً؟ إيه كرمال على القليلة غنيلي لا طيب. كرمال ارجع بعدين أعمل لك المفاجأة الحلوة حبيت اليوم فاجئك فيها طبعاً وهون ما خلصنا هون يا جماعة ما خلصنا هون تفضل يا آدم واو ما خلصنا هون وين يا باي ده تعديش خليها تشوف شوف 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 جاهزة؟ جاهزة؟ ها؟ اعطيني بقية الورد مثل هولي اللي تجوزوا عارفين تجوزوا؟ ها؟ هذا أهم شيء يلا واحد اثنين قالوا بركع لك هيك تتجوزيني؟ واو يي الخاتم اللي حبيته وحياة الله الخاتم اللي حبيته شو منيح على فكره اللي بعده موجود وحياة الله انا ايدي عالمه اللي مش موجود انا حفظت شفته انا حفظت الصوره عندي تذكر قلت لك فيش معه مصاري ايه وما صدقت انه ما معه مصاري يعني انا حطيت الصوره يا جماعه وحفظتها عندي وقلت بعدين اعملها مفاجاه ها كيف عرفت ايدي ليك الحلو جد انه ما في غيره لانه هال انت استي هو ما في غيره يعني انا عم يعملوا واحد يمكن عشان هيك توقعت انه يكون موجود اربع شوف يا جماعه شوف هيدا هيك ايه هيك قد ايده يلا شوفوا لي قد ايده ها فجاه حلوه صح؟ كثير حلوه كثير ولا شوي؟ كثير بس لعبتها صح بس شو الدنيا عاصف برا وكبس واجي راسي وجعني من الهواء والسقع والله ليك هالبيت طولت وانا عم اقول ليش طولت ووينك وعم بشتغل شغل عندي شغل حبيبي الله يخليك جماعة ان شاء الله يا رب يكون عجبكم الفيديو حبيت ما مرق لعيد ميلادها بس طبعا انا لعبت لعبة حلوة شوي هي زعلت وبكيت الصراحة وقت عيد ميلادها ما احتفلت فيه نهائيا حتى ما غنيت لها ولا حطيت لها شمعة طب ليه ما غنيت لها؟ قلت لها وانا زعلت قالت لي معقول يا وسيم بتقطع لي اياه لهذا عيد الميلاد ما بتجيب شيء قلت لها الوضع اقتصادي مش منيح بالمرة سبحان الله هلا انا راعيت الوضع الاقتصادي لا انا عم بيجيك لك الكيك انا عم بيجيك يا زياد انتي انا هي اللي بحبها طيب بس هي الصراحة بكون صراحة يعني زعلت اوقات عيد الميلاد بس بعدين خلص يعني هي راعت الظروف طبعا بتراعي الظروف وقت بكون جوزها مش قادر يعني هي بتعرف بعدين انه ممكن وسيم يعمل اشياء مثلا ممكن يعني بتعرف الشغل ما بفوتها وسيم ايه بس انه ترك لها اياها على فكرة اسبوع يعني تركتها اسبوع لحتى رجعت وفاجئتها بالمفاجأة حلو اوكي كثير خليني ان شاء الله يا جماعة بكون عجبكم الفيديو وعجبكم المفاجآت واكيد سهام تفاجأ كثير وانبسطت كثير لانه كل الشغلات اللي عم تلاقيها هي اللي بتحبهم وان
وان شاء الله اذا عجبكم الفيديو وما تنسوا تعملوا لنا لايك وشير سبسكرايب. بحبكم كثير. الله بيوصلنا على 100,000 يا جماعه. عندنا كثير جوائز قايمه للمتابعين. اوكي يا جماعه سي يو، بنشوفكم خير. يلا باي.